ويبقى له. طيب مؤكد ان انا هقف معاك لانه في الغربال كمان في تويته مهمه لوائل جمعه. وائل جمعه واحد من نجوم الاهلي التقال في العصر الذهبي للجيل الماضي، وخد احسن قلب مدافع في افريقيا لعده سنوات. الان محلل رياضي، قال وائل في تويته له: الفتره اللي فاتت واللي حصل فيها من بقاء ورحيل بعض اللاعبين عن الاهلي وما يحدث حاليا فيها دروس كثيره جدا للاداره، لاداره نادينا في التعامل مع اللاعبين، اهمها بس اللي باعك مره هيبيعك ألف مره، وفي برضه الاشتراك هيفضل متمسك ويبيع الدنيا والفلوس علشان خاطرك، ومع ذلك بياخد وبيتقدر من النادي. يعني وائل عايز يقول لانه كمان بيعقب عليها بعد كده بتويته تانية مرتبطين ببعض، قال لك التاريخ حاضر علشان يفكرنا كنا ليه كويسين في النقطه دي بالذات. اولا العقود كانت 5 سنين، وقبل نهايه العقد بسنتين لو ما جددتش مع السلامه او تتجمد، وفي 1000 لاعب يتمنى يلعب عندك. ثانيا مش احنا اللي بنعمل تماثيل عجوه، وعمر ما حد يلوي دراع النادي الاهلي، دايما وابدا سيظل الاهلي بمن حضر. هنا نقطتين مهمين. الدرس الاولاني وائل عايز يقول، وانا لازم اخد رايك في الحته دي، ليفربول امبارح ولا اول امبارح وهو بيقدم على تعاقد مع لاعب يوناني اهتم انه يعمل حاجه اسمها اختبار الاخلاق، يعمل تتبع لسلوكه لشخصيته لجديته لتعامله مع زمايله للهيسترو بتاعه في التعامل مع ادارات النادي اللي بيلعب فيها، ما يوصف بيه اختبار الاخلاق او الوقوف على السمات الشخصيه. وائل تقريبا بيلمس في نفس الوتر انه اللي بيع مره هيبيع 1000 مره، واللي يحاول يتذاكى عن النادي او ما يقدمش مصلحه النادي او ما يظهرش رغبه شديده في التمسك بالنادي، وائل عايز يقول لك سيبه من اول مره، لانه لو قعد هيعملها مره واثنين وثلاثه، واللي ضحى واللي اختارك واللي تفانى هيفضل دايما متمسك بيك. عايز يقول ان الانسان لا يتغير. انت رايك بخبرتك ايه؟ شوف انا موافق على 75% من اللي كاتبه في التوتين وائل جمعه. وائل جمعه بيستحضر او بيسترجع او بيستلهم من تجربته وهو وجيله العظيم. صحيح. الظروف مؤكد بتتغير. المغريات بقت تقيله جدا. السوق المصري بقت فوضى الى درجه غير يعني عدم واقعيتها، وصلتنا الى فوضى. وصلتنا ان كوبايه الميه لمجرد انا وانت بنشد المج ده من بعض ممكن يبقى ثمنه 1000 جنيه، مع ان لو فكرنا هننزل للسوبر ماركت تحت هنجيبه ب 20 ولا ب 30 جنيه وربما تلاقي احسن منه. انما هي اللحظه اللي بتخليك تفقد منطقيتك وموضوعيتك. أيوة. الضغوط الجماهيريه اللي بتنزعج من ان لعيب عشموا فيه قوي يتخضوا مره واحده انه يلاقوه. الله، ما هو ده اصلا الخطا من الاول، ايه؟ ان انت عمال تعلي سقف التوقع مع كل حاجه. اللي يبوس الفانيلا حبايبنا وابننا، اللي يعمل مش عارف يضيع جون مش عارف ايه، ما بنتعاملش مع كره قدم. احنا عمالين نتعامل مع البلاي ستيشن. عايزين نحط مباريات افتراضيه بقيم افتراضيه بمعايير افتراضيه ونقعد نتحاسب عليها. فانا رايي ان نبتدي نتعامل مع كره القدم، لا، فيها ناس هتخش وناس من غير ما تزعل من اللي يمشي، بس انا الا في حاله واحده، اذا طلع واساء اليك. اذا طلع واساء اليك اي واحد بقى مهما كان تاريخه حجمه عطاء يسيء للنادي الاهلي سواء بقصد او بغير قصد وما يعتذرش، يتقطع لسانه. مش يتقطع، ارميه ورا ظهرك. هو ده اللي تقول ايه، انا مش عايز منه حاجه ومش هجيب سيرته، وما هاجموش برضه. اصل شوف الهجوم بيعطل يا استاذ ابراهيم. انت ليه كل يوم تفتح مشروع؟ علشان انت لو مفضي نفسك ترد على اللي بيشتمك واللي بيهاجمك ومجلس الاداره ينشغل بهذا، مش هيبقوا مركزين انه حققوا الاهداف اللي عماله تتوالى. وبالمناسبه مش لازم نهني بقى، انا عايز أن يعني عندك حاجه على الحدث الرائع بتاع امبارح ده؟ طبعا طبعا، عشان انا عندي عايز كلمتين ادي لكل واحد حقه. طبعا طبعا. اذا انت مع وائل جمعه
في ال 75% في 75 ال 25 لا الخمس سنين ما هو انت برضو الدنيا اتغيرت ما احنا عاملين كل العقود الجديده خمس سنين واربع سنين لكن في واحد يقول لك لا انا والله انا عايز اعملها ثلاثه في مش عارف ايه الظروف اتغيرت كنا نتمنى ان نقدر نعمل الخمس سنين ميزتها انها بتديك استقرار وان كانت ساعات لو كل العقود بقت في وقت واحد وتبتدي في وقت واحد وتخلص في وقت واحد فانت بتخش في ازمه تجديد لعدد كبير من النجوم في وقت واحد برضه دي كانت بتحصل لنا كانت بتحصل لنا فاحنا طبعا ما يعني ما كناش نحب انا اتذكر يوم الكابتن عمرو زكي ما جه من كان المفروض يجي على النادي الاهلي الوكيل بتاعه حد استناه وخده على نادي الزمالك من المطار فكان في ناس رايحه من النادي الاهلي عايزه بقى تتخانق قلت لهم هتشدوا الراجل يعني من هدومه سيبوه يروح الزمالك ما هو بعد الزمالك هيروح فين هيجي لي فبعد ما قعد وسهر في التفاصيل مش هخش فيها دلوقتي تاني يوم اتصل بيا الساعه 12 واحد على ما صحي من النوم بعد السهره يعني فبيقول لي يا استاذ عدلي انا في الفندق الفلاني قلت له طيب مصر حلوه عجبتك ده الوكيل بتاعك ما قال لي يا مش عارف ايه عايزين نلتقي قلت له هدي لك العنوان انا كنت هاجي لك اخدك من فندقك او اجتمع لكن انت ما احترمتش الميعاد امبارح سيادتك تجي لي لحد بيتي قال لي اجي لك ازاي اقول له بس ايه في الحته الفلانيه اي تاكسي هيجيبك عندي فلما جه بسرعه كده انا عمرو زكي عايزين ندي للنادي الاهلي كنا جايين على اساس ان احنا هنستعيره سنه ونقسط سنتين قال لا انا عايز المليون 750 الف مره واحده بيقول لك عشان تقول له لا فقلت له لا ولو ان انا مش مفاوض اقول لك لا لكن انا هرجع للاداره عندي هيقولوا لك لا وانا بكلمهم قال لي او تدونا كابتن ابو تريكه قلت له وانا بقول لك لا لكن هتسمعها من قيادات النادي كابتن خطيب قال له انت بتقول ايه لا ده ولا ده فالناس قالت لك ازاي ما تمسكتش لان وقتها انا كنت بجدد لست لعيبه يا استاذ ابراهيم ابو تريكه وبركات وعمر والحضري والشاطر ازاي انا كنت حاجه ادي لعيب وقتها كان مبلغ ضخم جدا التكلفه بتاعته مع قلت لهم لا ما كانش ينفع المبلغ ده يجدد لنا التجديدات بتاعتنا